حكومات إسرائيل بعد 34 عام فشلت، الديمقراطية الإسرائيلية فشلت، ومؤسف جدا إنه لحد اليوم بعدين بيعاملونا مش درجة ثانية، بنقبل نكون درجة ثانية، بس مؤسف جدا إنه بيعاملونا بأكثر من هيك. يعني كيف كلياتنا بدنا نحيي هذا اليوم، لأنه هذا اليوم مهم جدا في حياتنا، ومن خلاله نبعث رسالة إنه أرضنا زي عرضنا. فإن شاء الله في صبيحة 30 من آذار الساعة 10 بنجتمع في بلدية سخنين، مدعوين كل الإخوة أعضاء البلدية الطبيعي، الإخوة الموجودين، نروح على نزور المقابر، أضرحة الشهداء، نعم أضرحة الشهداء، نحط أكاليل فيها بهاي السهولة. ولما ربطوا قصة العرض بالأرض أو الأرض بالعرض ما كانش بالصدفة. فمن هون بدنا ناشد أهلنا إخوتنا إنه نحافظ على ما تبقى من أرضنا، علشان شهدائنا، علشان جرحانا. موجودة معانا حاجة محمد، أهلا وسهلا. إحنا على كل حال إذا قدمنا إشي قدمنا إشي بالأول لأنفسنا، إنه إحنا مش عاد من هاي البلد، إحنا مواطنين والأرض أرضنا، والجرح جرح الجميع. مش رايح أقول إنه أنا بما إني انجرحت أو صديقي بما إنه انجرح هو أفضل من غيره، لا، كلياتنا حتى سواء، كلياتنا إخوان، دمنا بنفض دم عربي. إحنا صحيح كانت مرحلة وكنا مسؤولين عنها، كنا شباب ورايعين الشباب وقدمنا اللي قدرنا عليه، نتمنى من شبابنا يحدوا حذونا. الأرض وصية بأعناق الشباب اللي جايين ورانا، ما حدا يفرط بأرضه وما حدا يعمل بأرضه. من الزنكو يعني ترميم روضات، بساتين، مدارس، افتتاح ملاعب، حدائق عامة لأبنائنا لأطفالنا، شق شوارع وطرق حتى تصل إلى البيوت النائية، مد شبكات مياه طويلة بالمئات الأمتار لتصل إلى أهلنا البعيدين، ترميم مساجد وغيرها من المشاريع. حبت أنه يوم 30 أذار يكون يوم إضراب للمحل التجارية في سخنين، يعني بما أنه المسيرة المركزية في سخنين لا يعقل أنه مطاعم ودكاسير وهي تكون فاتحة. يوم الأرض نزع الخوف من قلوبنا، يوم الأرض وحدنا، يوم الأرض دخل التاريخ. يعني اللي صنعوا يوم الأرض هن هذول الأربع أقطاب، فلذلك واجب علينا إحنا اليوم مش بس نشاركهم، إلا إنه نوثق هاي الأشخاص بالاسم، بالصورة، بالحدث، بدوره. هناك في دائما هاي الأمور كانت في الماضي، تاريخ الحركة الصهيونية من سنوات العشرينات لحد اليوم. لهذا السبب احنا مفروض اهم قضية احنا بنقوم فيها اننا نتمسك في ارضنا ونحافظ عليها وما نفرطش فيها. يشني الفكري في هذه الايام الاحداث الموجودة واللي عم تحدث في منطقة الضفة الغربية، وخاصة منطقة القدس، وخاصة الاقصى الشريف. انظارنا هناك، أفكارنا هناك. نحن نعيش في هذه الأيام أيام حرجة كيف قلنا، لذلك كلنا واحد، جسم واحد وقلب واحد، يجب أن ينبض نبضة واحدة مع كل هذه الأحداث، أن نتعامل معها، أن نعطيها كرامتها. يوم الأرض هو يوم مقدس إلنا جميعا، يوم وجودنا، يوم أرضنا، يوم وجودنا. لذلك حكينا في سنوات سابقة ومنعيد هذه السنة كذلك، ونقول أرجو من كل الأطراف في سخنين، من كل الأطياف في سخنين، سواء الأطر الدينية أو الأطر الحزبية، أن تكون واحد، أن تعطي هذا اليوم كرامته، لأنه كرامة هذا اليوم هو كرامتنا، هو وجودنا. قدسية هذا اليوم هو فوقنا كلنا، نحن هماتنا أمام كل واحد
قدم ويقدم لهذا البلد. لو لجنة المتابعة بترجع لورا 10 سنين أو 15 سنة مش ممكن تتجرأ تقول فيش إضراب. فعشانك إحنا كل ما تقدمنا شوي في السن عمالين نهمل هذا اليوم وقدسية هذا اليوم. كم سنة بروح ثاني؟ علشان هيك اليوم حتى إحنا بنشوف في المظاهرات أصبحت أساس نتأكد لأن كلنا أهل والكل منلاحظ والكل منشوف. عم نشوف في يوم الأربعاء عرض أزياء وبيع بزر وفستق وساندوتشات. هذا اليوم يوم نضالي كرامة لشهداء يوم الأرض ولأهالي شهداء يوم الأرض وللجرحى حسب رأيي لازم يكون الجواب محترم. الإضراب إيش يعني بده؟ المدارس طب مهمة ضربة، إيش يعني إنه بدناش نضرب أو إنه بلاش خلي الدكاكين تسكر وقت ما تمشي المسيرة؟ عشان إحنا بنضحك على بعض، يا بيكون إضراب يا ما فيش إضراب. كل العمال يوم الإضراب بروحوا على الشغل وإحنا اللي بنضحك على حالنا. إحنا اللي لازم نطالب بإضراب. سابقاً يا أبو مجدي 30 أذار الأول بعد ما كانت بال 76 تشكلت لجنة الدفاع عن الأراضي، وهذا لازم ننوه ونأكد عليه. تشكلت لجنة الدفاع عن الأراضي، وين دورها اليوم وين هي اليوم؟ عشانك أنا لما سألت في القاعة غاد وين لجنة الدفاع عن الأراضي؟ ما برضو طارت، تبخرت. اليوم لجنة المتابعة عم تتبخر أول بأول. عارف أكل مجرم الباع، مين باع؟ في سماسرة، هل السماسرة هذول من قاعدين بقلبنا، قاعدين معانا، بيشربوا شرابنا، بياكلوا اكلنا، بيسهروا معانا، بيمثلوا معانا. الحكومة مثل ما قال بتطلع على سخنين بنظارة مش مليحة. بطلب من الجميع، من المسيرين، واللي كمان بيحافظوا على النظام، ان يحافظوا على النظام والهتافات بداخل البلد. ما ينزلقوش ويروحوا لمسقاف. لازم نعمل في سخنين على الانجاح. المظاهرة في يوم الأرض بغض النظر شو أخذت أو شو قررت لجنة المتابعة العليا. كان في حديث في السابق على إخراج كتاب أو كتيب لأولادنا. كل سنة من 6-7 سنين بنقعد بنحكي إنه لازم هذا الكتاب يطلع. لحد اليوم للأسف الشديد ما طلع ولا كتاب. بتوعية للشباب وأنا بعرف إنه للأسف الشديد ما فيش وعي كافي وخاصة لدى الشباب فيما يتعلق بيوم الأرض. في عنا اليوم فرصة، إحنا موجود معنا والله طيل في عمرهم جرحى يوم الأرض. يجب أن تحكى رواية كل جريح وجريح في كل مؤسسة تربوية في سخنين. لا يعقل إنه عنا هذا الرصيد وهذه الجرحى، كل واحد فيهم بقصته. في برضه كانوا معتقلين. ومعتقلين، يروحوا يحكوا كل واحد قصته الشخصية. لما يصير في عنا قصة شخصية لكل واحد يصير في عنا رواية لسخنين ورواية لشعبنا. أنا بعرف أبو محمد إنه في لجنة المتابعة قرروا بالسكرتارية امبارح أو أول امبارح لما كنتوا في عرابي إنه بالنسبة للإعلام إنه يكونوا موحدين. أنا بعرف إنه فيش رفع أعلام حزبية. اعلام كليات موحدين هذا بعرف انه مقرر لجنة المتابعه. اثنين انا بعرف انه في نشره اللي هي يمكن صفحتين او ثلاثه اللي طالع عن طريق لجنة المتابعه 4 صفحات تصل لسخنين وبكره يعملوا لها شكول وينسخوها وتتوزع على المدارس. نبدا نحضر ل 30 اذار بال 2011. شو الفعاليات اللي بدنا نعملها بالنسبه للجنة الفطريه ولجنة المتابعه؟ هو هذا. أنا بقترح برضو نفس اللجنة إذا في عند التحفظات على إعلان إضراب أو عدم إعلان الإضراب القدي بتأمل يكون غلطانين إنه ولا واحد من قادة هذا الشعب لا سمح الله بيستهين بشباب وبناس اللي قدموا أنفسهم ودماء دفاع عن هذه القضية المهمة. عندنا قطيعة كاملة بين شعراتنا وبين خطاباتنا وبين الواقع تبعنا، وهذا الإشي مش بس محليا حتى عربية دولية. يعني الحقيقي الضياط حبط عليها واحنا حصلنا على الضياط. 67 اكبر هزيمة في التاريخ حولنا على مش مهم. القضية الثانية اللي بدي احكي فيها مش عارف مين حكى واحد من هون بالنسبة لقضية مسقاف وما مسقاف شعب وحكى بشيء بنوع من الاستهتار والاستهتاف للناس اللي بتجرأوا يطلعوا على مسقاف. احنا بدنا اخرى 100 سنة ان نعرف انه اهم شغلة ممكن نعملها هو موقفنا ضد مسقاف، لانه 90% اذا مش اكثر من اراضينا اللي تصادرت مسيطرة عليها مسقاف. على الشهداء وننظف قبور الشهداء وننظف الناس بالتذكرة ونحاول قديش بنقدر نشعر انه احنا موجودين ونحن مش نادين. طبعا راح نكمل طريقنا ان شاء الله للاخر، والحمل اللي حملوه علينا وجدادنا وبياتنا طبعا هذا على كتافنا راح نكمل فيه احنا ان شاء الله الشباب